ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله نهاركم شباب في هذه الصبيحه، ان شاء الله بدات البروده، ان شاء الله ربي يقوينا ويقدرنا ان شاء الله. سخطوا المجال تاعنا اللي نخدموا فيه، سخانه بزاف هلكتنا، الله المستعان. انا اليوم على بركه الله حندير لكم لي تارت وفخوي ولا لي تارتيلات، بزاف درتهم معكم في رمضان، بزاف طلبوهم مني. نوري لكم لي تارتيلات المحلات، الوصفه المعتمده، الكريمه جد ناجحه. مام العجينه، شوفوا البنات تقدروا ديروا كونتيتي وتخدموه وتحطوه في بواط وديروا لاكريم تاعها تحطوها في بواط. شاك فوا ديروا لي تارتيلات. الو نبداو على بركه الله. واش نحتاجوا لي تارتيلات تاعنا في العجينه؟ لي فون دو تارت البنات واش نحتاجوا؟ انا عندي طلبيه شويه كبيره، نتوما تقدروا تنقصوا الكميه ولا تضعفوها. انا عندي 750 غرام فارينه، 750 غرام فارينه يقابلها 400 غرام مانغارين. 750 فارينه 400 غرام مانغارين، رشه ملح، زوج قرصات لا ليفور، ثلاث حبات بيض، ست معارف اكل كيما راكم تشوفوا، ست معارف اكل سكر ناعم سكر غلاس، وثلاث معارف زيت. علاش نزيدو الزيت؟ سر الزيت في لي فون دو تارت البنات انه يعطي هذيك القرمشه تاع لي فون دو تارت. الو نبداو على بركه الله. حاجه الاولى البنات نديرو مانغارين، نخرجوها شويه من قبل، نديرو سكر غلاس، بسم الله عفوا، نضيفوا الزيت. فوالا لافاني ليكيد، باسكو لافاني غبرة ماهيش تكون الذوق تاعها قاصح. ندير رشة ملح خفيفة، فوالا نستعين بيدينا، نخدمو الزبدة تاعنا على شكل بوماد كريمة. فوالا شوفوا البنات، ندخلو السكر هذاك تاع المانغارين، فوالا بعد ما خلطت المكونات كامل البنات، دوكا نضيف ثلاثة بيض يعني شتها ناجحة، واحد عفوا اثنين، ثلاثة، فوالا نزيد نخلط المكونات. شوفوا البنات الفارينة تاعي 750 غرام، ندير لها رشة لا ليفور خفيفة، شوفوا البنات شوية نخلطها بيان سور، فوالا نبدا نرمي في الفارينة تاعي حتى تحصل على عجينة متماسكة. راني فرغت 750 فارينة تاعي، ميزان بالتمام، شوفوا كاش راني نلم البنات، ما نعجنش حتى نحصلوا على عجينه. شوفوا عطيتكم مقادير مضبوطه، راني لميت العجينه تاعي، شوفوا القوام تاعها البنات، ما يابسه ما طريه. شوفوا نحطوها في كيس بلاستيكي ولا بابي فيم، بسم الله هكذا جينا تاع لي فون دو تارت. نحط
غطو هاك ما ليكيش ليكيش ولا لي فون دو تارت ولا المملحات تانيك كي نديرهم عفوا في ليمون تاع لي لي تارتيلات ضروري نخلوهم ساعتين في الثلاجه. نخلي العجينه تاعي هكذا ساعتين في الثلاجه ونولي لكم. زنت العجينه تاعي البنات على حساب المول كيما هاد الغون البنات وزنت 45، كيما هاد الاوفال وزنت 40، كيما هاد القلب كبير شويه وزنت 50. بطريقه جد سهله نحط هذيك لابول هذيك لداخل ونضغط لداخل في القاعده. انا نضغط هو يطلع لي يطلع لي العجينه تاعي تاع لي فون دو تارت. شوفوا البنات طريقه جد سهله، كي تكون لابات ناجحه ما تخافوهاش. فوالا شوفوا البنات زيد لكم الشكل دائري تانيك. شوفوا طريقه جد سهله فوالا. نحنا نضغطوا بهاد زوج صبعتين برك والعجينه تاعنا تطلع. نسقموها شوفوا شكل قلب. توزنوا العجينه البنات حسب المول ديالكم، هادوما كبار القلب شويه الشكل تاعو ديال الشكل. نحكموا نحكموا كلبنا البنات نتقبلهم فوالا. بعد ما شكلنا لي فون دو تارت البنات وتقبناهم نعاودوا. شوفوا العجينه خليناها ساعتين في الكونجيلاتور عفوا في الثلاجه. بعد ما شكلنا لي فون دو تارت في ليمول تاعنا هكذا البنات ندخلوهم الكونجيلاتور. الكونجيلاتور نخليهم يجمدوا مليح باش نطيبهم. جمدوا لي فون دو تارت تاعنا. شوفوا البنات هم جامدين هكذا من الكونجيلاتور ندخلوهم الكوشه مباشره. نديروهم يطيبوا نار متوسطه. نطابو لنا لي فون دو تارت البنات. شوفوا كاش طابو، شوفوا فراجيل بزاف يتكسروا ديجا القلب هذا تكسر لي. شوفوا طيبهم كاش يكون، شوفوا كاش مقرمشين البنات. نخلوهم يبردوا ونعمروهم ان شاء الله. عندنا لي فون دو تارت مبردو. نقطع الفواكه الموسميه، عندي العنب هدايا، عندي بنان، عندي تفاح احمر، عندي كوري به لي تارتيلات تاعي. الله لي فون دو تارت تاعنا. شوفوا كريمه الحلواني تاعي لك الاختيار كيفاش تعمري. فوالا نكمل نعمر لي فون دو تارت تاعي. فوالا شوفوني عمرتهم، ما عنديش فواكه بزاف في الدار. شوفوا تفاح كيما هنا، بنان مع التفاح. فوالا ديما نقول لكم لك الاختيار، تقدري تواسي لي زانانا، تقدري تواسي الكيوي، لك الاختيار دائما. فوالا ستار ما يخفلكمش الفواكه راهي غاليه بزاف. شوفوا القوام تاع شوفوا القوام تاع الكريمه. فوالا اللون الاحمر والاخضر عطى جمال كما يقولوا. شوفوا البنات كي
نكمل ديكوري بنفس الطريقة ونولي لكم. بعد ما شكلت لي طارتولات تاعي البنات، حندير لا جولي. شوف لا جولي اللي يتباع في المحلات، شريتها عند بركاني اللي وريت لكم لاباج تاعو. شغل براتيك بزاف، نحكموها هكذا. شوفوا البنات، ميم على كريم باتيسيير نديرو، فوالا تعطي لمعان. اون بلوس الفاكهه تاعنا ما تدبلش. شوفوا البنات، نكمل نعمل لي تارتولات تاعي ونولي لكم. هادو هما لي تارتولات البنات تاعنا، شوفوا كاش جاو حسب الفواكه الموسميه. ان شاء الله البنات تبعتوا الخطوات تاع لي فون دو تارت، جربوهم البنات اكيد تنجحوا فيهم 100%. لا كريم باتيسير تاني درت لكم فيديو مفصل عليها بكل اسرارها. لي تارتولات المحلات ذوق وبنة لا تقاوم، نحل معكم حبه. شوفوا البنات القوام تاعهم، شوفوا كيفاش. انا حبه نعرض انايا، نقسم معكم حبه. شوفوا البنات كمية تاع الزيت اللي درتها في لي فون دي تارت، دارت قرمشه. ولا عجبكم الفيديو البنات ديروا لايك وابوني للقناه ديالكم، وبكم استمر. سلام البنات.